في هذا التوقيت من ليلة العيد اعتاد الناس في مدينة مأرب أن يخرجوا إلى الأسواق لشراء احتياجات العيد. هذه المرة تبدو شوارع المدينة أخف بكثير مما كانت عليه خلال السنوات الماضية لأسباب كثيرة. يبدو مواجهة تحديات العيد هذه المرة وأعباء وتكاليف احتياجات العيد مرتفعة نظرا للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأيضا نظرا لانقطاع المرتبات التي لم تتوفر للموظفين موظفي الحكومة لا سيما السلك العسكري. يقف إلى جوارنا أحد المواطنين، نستمع له وهو يحدثنا عن احتياجات العيد. هل تمكن من شراء كامل احتياجات العيد هذه المرة؟ والله للأسف يعني مرتبات حتى الآن ما شفنا لها يعني اثر، لا رواتب ولا جن، يعني لنا الان ما قال من 3 سنوات تقريبا تمام. يقول لك ما فيش معك تعزيز مالي، ما فيش معك راتب، اسمك ما نزلش في كشف المرتبات. حركه الناس خفيفه سبب لا مرتبات ولا جن، الان يزيروا بعض الناس، اكثر الناس يعني ما قال من 70 او 75% من الموظفين لم ياخذوا مرتبات، ما حصلوش على مرتباتهم. وكيف سيكون العيد؟ والله على الله، بس قال على يقول مثلا عيد العافيه. استطعنا نجل ملابس للعيد وللجهال كذا على قدر الاستطاع، على قد ما معنا فلوس الحمد لله. ودي صح الاسواق غالي والاسعار مرتفعه، بس شلنا على قدر الاستطاع. والله نستقبل العيد مش مثل كل سنه بالفرحه والهزيج وذاك بسبب غلاء الاسعار و الرواتب ضئيلة، ما فيش راتب الواحد ما يساوي 60,000 عندما يصل يشتري الأسواق. إيش يفعل فيه 60,000؟ ما يجيب لش أي حاجة يعني، فيضطرنا يعود إلى البيت وهو حزين. إذن يقول الناس هنا بأن العيد هو عيد العافية فقط خصوصا، وأن إمكانياتهم لا تكفي لمواجهة احتياجات العيد من شراء ملابس للأطفال، وأيضا ما يحتاجه العيد وهذه المناسبة السنوية التي تأتي أو تحل على اليمنيين هذه المرة في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، ارتفعت معها الأسعار وأيضا انهارت معها العملة الوطنية التي تشهد تراجعا في سعر صرفها، خصوصا بعد إجراءات قرارات البنك المركزي التي حتى الآن لم يلمس المواطن اليمني نتائج تلك القرارات. من وسط مدينة مأرب على الجرادي قناة بلقيس.